البطل عبد الرحمن الصيفي أصبح أول لاعب عربي وأفريقي بالمنتخب المصري بيحصد ذهبية سومو للوزن الخفيف في دورة الألعاب العالمية والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ده طبعا بعد الفوز على بطل منغوليا في دور ال 16 ثم إقصاء ثلاثة أوكرانيين ليحصد الميدالية الذهبية لمصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، بنرحب بالكابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو والسومو من أمريكا. مبروك في البداية طبعا يا كابتن، والبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية حصدت 5 ميداليات متنوعة في الكاراتيه، ذهبيتين وفضية وبرونزية، إلى جانب طبعا ذهبية السومو. عايزين نعرف منك رأيك عن أداء البعثة خلال المشاركة في البطولة. الله يبارك في حضرتك وألف شكر لاهتمامك وشكرا للدولة المصرية اللي واقفة في ظهر كل الرياضيين وبقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بجد أنا مش عارفين نشكركم إزاي على الدعم المتواصل. احنا البطوله دي بطوله الورلد جيمز دي بتتلعب كل 4 سنين. البطوله قويه جدا ومشارك فيها اقوى البلاد في اللعبه بتاعتنا. احنا كان عندنا عبد الرحمن السيفي لعب مع اللعيب المنغولي اول ماتش، وبعد كده لعب 3 اوكرانيين. هو وصل للفاينل وكسب في الفاينل، وبعد ما كسب هو احتفل ان هو عمل حركه مزدوجه كده في الهواء بعد ما الماتش خلص. فالحكام اجتمعوا قالوا ان لا، الاحتفال ده ما ينفعش يتعمل، وكسبوا اللعيب الاوكراني. طبعا احنا اعترضنا شده، وحتى الناس اللي في الصاله كلها تعاطفت مع مصر وفضلت تندح باسم مصر. فالحكام اجتمعوا تاني وقرروا يعيدوا الماتش، فاللعيب بتاعنا كسب تاني الماتش وحصل على الميداليه الذهبيه. فده كانت الصعوبه في الميداليه، الميداليه صعبه جدا، ميدالية غالية جدا علينا يعني. بجانب الضغط النفسي اللي تعرض ليه اللاعب كمان علشان يقدر يعيد مرة تانية المباراة. مصر النهاردة الموضوع صعب جدا. مصر النهاردة أكيد بتعتبر أول دولة بتحصد ذهبية السومو، شايف إزاي هذا النجاح؟ ورأي حضرتك كمان زي ما بنقول كده في أداء عبد الرحمن الصيفي لأنه بطل، خاصة بعد التعرض الشديد للضغط النفسي امبارح. حضرتك الميدالية دي ناتج شغل كتير جدا مش شغل فردي، يعني احنا خلاص الرياضة في مصر دلوقتي بقت أمن قومي. وسيادة الرئيس في كل وقت، وأنا بشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الراجل ده اللي هو بقى كل الرياضيين بقى ليهم ملجأ آمن إن احنا بنرجع له في أي حدوث أي مشكلة. السفرية دي ما كانتش هتطلع أصلا، وفي آخر لحظة سيادة الوزير تدخل شخصيا وحللنا المشكلة والبعثة كلها طلعت. فإحنا الموضوع ده كل ده بيدي الرياضيين حافز إن احنا ورانا دولة قوية بتدعمنا في ظهرنا، لو في أي مشكلة احنا بنرجع لها وهم بيتدخلوا. فكل ده بيدي اللعيب طمأنينة وبيخليه يركز في الملعب بس. اللي عبد الرحمن عمله ده إنجاز كبير جدا، إن هو أول عربي وأفريقي يجيب ميدالية ذهب في الورلد جيمز. حاجة كبيرة جدا وميدالية مهمة جدا طبعا. السيفي كان محطوط تحت ضغط جامد جدا، لأن حضرتك بعد ما تكسبي وتحصلي على الميدالية الذهبية وبانفعال لا إرادي إن أنت بتحتفلي يحدث معاك إن أنت يكسبوا الخصم التاني وترجعي تاني وتخشي في الماتش وتكسبي تاني، فده مجهود وضغط وانجاز كبير جدا يعني. هو فعلا بطل مصري حقيقي. اهميه الذهبيه دي لمصر، هل ده ممكن يساعد ابطالنا في المشاركه بالعديد من البطولات في الدول الاخرى، ونقدر نقول بكده ان اللاعب عبد الرحمن الصيفي قدر يحقق انجاز تاريخي بعد حصد الذهبيه؟ طبعا خلاص، هو دلوقتي هو عمل اقصى نتيجه في اللعبه، يعني هو دلوقتي وصل، هي الجول الجيمز دي زي الاولمبيك جيمز بالظبط، بتتلعب كل 4 سنين. فدي تعتبر اعلى نقطه موجوده عندنا في اللعبه، فهو قدر يحققها. وان احنا من تاريخ انشاء اللعبه في الاتحاد لم يحصل اي لاعب في الاتحاد على هذه الميداليه، فدي تعتبر شكل الانجاز جاي من هنا، ان انت حضرتك عملتي حاجه ما حصلتش قبل كده. صحيح، لان هو كمان كان عنده قرار حاسم جدا ان هو لازم يفوز، يعني واضح ان عبد الرحمن كان عنده قرار صعب ده. جدا صعب ان حضرتك تكسبي ماتش وبعد كده الماتش بعد اللعيب يخرج فالناس تعترض فالماتش يرجع يتعاد تاني وانت تخشي جوه اجواء الماتش تاني وترجعي، وان انت ربنا يوفقك وتفوزي، يعني ده اراده كبيره جدا للعيبه. بس اكيد ده ليه دور كبير في الموضوع ده المدير الفني او الكابتن المدرب ليه، لانه وقف جنبه امبارح بشكل كبير جدا، ويعني صمم ان هو ياخد حقه ويرجع تاني مره تانيه يعيد المباراه. صحيح؟ طبعا طبعا، لان الموضوع لو ما كانش ده حصل خلاص هو كان اللعيب
اللعيب التاني اعلن ان هو فاز وخرج، فهو الانفعال اللي عمله المدير الفني ده انفعال برضه غير ارادتي. حضرتك بتلعبي باسم مصر وميداليه الذهبيه غير الميداليه الفضيه، ده موضوع ثاني خالص. الميداليه الذهبيه فهو انفعال لا ارادي. صحيح. الناس بعد كده شافوه ان لا ما كانش ينفع نعترض، ما هو لو كانش ينفع نعترض هو المدرب انا هو بعمل فعل لا ارادي ان هو شايف اللعيب بتاعه اتظلم واللعيب بتاعه خسر بعد ما الماتش خلص بقرار في وجهه نظري ما كانش تقديره صحيح يعني. صحيح. انا بشكر هو ده كان انفعاله يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو والسومو، والف مبروك مره ثانيه.